كان ليا سؤال صغير عند حضرتك. نعم. لما اقول مدد يا سيدنا يا حصان في مدد. نعم. حرام ولا حلال؟ لا حلال. لما اقول مدد يا حسين مدد يبقى حلال ولا حرام؟ ده دعاء لربنا سبحانه وتعالى ان ينفعنا بهؤلاء الاكابر الاولياء عنده، فبنقول مدد يا حسين ولا مدد. ده على المجاز، حاجه اسمها المجاز في اللغه، يعني امدنا يا الله من قبل هؤلاء فانفعنا بهم وبسيرهم وببركتهم وبحبنا لهم الى اخره. اما دعاؤهم يا سيدي فلان لحاجتي في مريضي المدد المدد، هذا شرك بالله، هذا لا يجوز، هذا من عمل الجاهليه، من عمل ابي جهل واشباهه، من كفار الجاهليه كفار قريش واشباههم. الموتى لا يطلبون شيء، لا يقال لهم المدد ولا اغيثونا ولا انصرونا ولا اشفوا مرضانا، لا، هذا يطلب من الله سبحانه وتعالى، منهم هو قادر على كل شيء جل وعلا، ولا يشفعوا لنا، لا يطلب منهم هذا، وانما استغفر لهم ودعا لهم بالرحمه والمغفره، فينبغي ان تعلم ذلك وان تكون عبينا. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.